تشوف ان النسيان انتقام؟ النسيان انتقام. هو يقول تدري وش اللي في الحياه اتمناه؟ والله ما ابغى غير حاجه وحيده، لو نعمه النسيان تنسيني اياه صرت السعيد اللي حياته سعيده. الله. طيب وش يسوي المحسن اذا حس نفسه وحيد؟ اذا حس نفسه وحيد، ايه الوحده احيانا كويسه لي انا، بالنسبه لي انا تحب الوحده، ارتاح، تحب تكون لحالك. يلا طيب هنا ما تقدر تكون لحالك، وش تسوي في الحاله هذه؟ هنا اروح لحالي بس ما حد يدري عني. وين تروح؟ لا تفضل. احيانا يمكن العيال يقولوا ميدي انت محسن كثير نوم، انت كثير نوم، انت كثير نوم. انا يمكن اللي تحت الفراش 5 ساعات 6 ساعات انا ما اركض. لا جاء قال وش النوم ذا كله، وش النوم ذا كله. انت معك جوال طيب 5 ساعات؟ لا والله ما معي جوال. والله ما معي جوال يا ابو هذا. لو معي جوال انا لو معي جوال بيكشفوني. هم احيانا يجون يرفعون عني الفراش يردون، احيانا يجون يبون يسوون في مقالب مثلا، يبون يولعون في رجلي ولا زي كذا. واكون انا واعي، يقول محسن نومه خفيف ويرقد النهار كله، انا ما ارقد انا واعي. لكن يحب احيانا العزله. كيف تتعامل مع المقالب اذا زادت عن حدها؟ الحمد لله ما حد سوى معي مقلب زايد عن حدهم، كلهم يعرفون. هم عارفين يمكن طريقه التعاون، فعشان كذا متجنبين الموضوع. لا والله يتجنبوني من غلو ومحبه، هم يمزح معي الا واحد يحبني ويغليني. اعتذار تقدمه لمن؟ الاعتذار اعتذار يقدمه لابوي. اني اول ما تخرجت من الثانوي كان يبغاني ادرس الجامعه، وكان يبغاني اتوظف، وانا رحت للنادي ورحت للكوره ولا كتب الله وظيفه. وانا اقول لها اسف يا ابو علي وابشر بس عاد والعب قدام ان شاء الله. تجربك واجد في الاعمال الحره؟ لا هي تجربه وحده فشلت اللي انا علمتك. طيب حياتك كتاب مفتوح؟ لا مغلق. مغلق. متى تفتح الكتاب هذا تخلي الناس يقرون؟ على حسب الوقت المناسب، في كل شيء فيه مناسب. وانا ماني مخلي ماني الكتاب مهم مفتوح ان شاء الله لين احط فيه النصائح. طيب لو كنت تقدر تزرع شيء في قلوب الناس، وش اول شيء بتزرعه؟ بزرع ايه ابزرع الاحترام. ابزرع الاحترام في قلوب الاخرين، لان المحترم يحترم، والشخص اللي معي محترم لو يبى والله من دمي عطيته. يا سلام. تشوف ان الانسان ينضج اذا احترق قلبه؟ جدا. نضجت؟ بشرك. سولفنا عن بدايتك في القصيد، متى اكتشفت انك شاعر؟ اكتشفت اني شاعر انا من يوم اني في اولى ابتدائي حافظ قصيد ابوي واقوله في الاذاعه المدرسيه. ما شاء الله الوالد شاعر. الوالد شاعر نعم. قصيدة كلها في البل وفي القبيلة، وهو قدوتي في الحياة والله في الشعر وفي المرجلة وفي غيره. الله يخليك. كنت لجأت الإذاعة المدرسية أقدم قصيدة بول. يمكن أحيانا بدون مبالغة أنا اللي أقدم الإذاعة والقرآن أقرأه واحد من الطلاب، أنا أقول الحكمة وأقول القصيدة وأقول النهاية. درجة أني من أولى ابتدائي إلين سادس ابتدائي أنا الأول على مستوى الخرمة في الإلقاء والتعبير. ما شاء الله. الأول على محافظة الخرمة كليا. من اول ابتدائي الى سادس ابتدائي. ما شاء الله. فعندي هوايه الحفظ، واكتشفت نفسي يمكن في اولى متوسط او ثاني متوسط. من اول من درى ان محسن شاعر؟ مطلق اخوي. كيف بلغته؟ كنا طالعين من اجازه الصيفيه في ثاني متوسط ويبون يروحون للبل، هو يا شارح اخوي، وكانوا متفقين اني انا ما اروح معهم. فرفضت وقمت اراقبهم بعيد بعيد ليه جو شغله والموتر ونقست من بين وانا ماسكين الخط. انت عارف انهم بيروحون؟ انا عارف انهم بيروحون ولا يبون ياخذوني لانهم هم بيطولون، ولا ودهم اني انا اطول معهم. مطلق يبي ياخذ يمكن شهر بيروح للكليه، وشالح بعد برضه بيرجع للرياضه يدرس الجامعه. انا كنت ابي اروح معهم باللهيب. لما ركبت معهم عطاني اخوي مطلق بيت، والله اني ناسيه يعني ما لك لزوم فينا ولا لك لزوم عند البن. فردت عليه البيت وعززني. تذكر الابيات هذه؟ والله اني ماني بذكرها، والله ماني بذكرها، قديمه اصلا. اكثر قصيدي القديمه انا كلها ناسي. انت ناسيه ولا تناساه؟ لا والله نسيته،
نسيت الحاجة اللي أنا ما بينساها نسيتها. عطنا قصيدة من قصايدك الأول، يعني قصايدك أول ما كتبت. قصيدي أنا أول ما كتبت والله ماني بحافظه، لكن يقول أنا والله إني من غيابه علي خلاف، ولا لي على مواصل حيل ولا قوة، عليها العيون عبارها تنسكب ذراف، كما الماطر اللي سالت الأرض من نوه وغدا جوف صدري تن هالمجلس المضياف، تولى الجار معربن ما طفت ضوه لعبي غيابه، لين خلى العظام انحاف ولا شك به نحف العظم، ما هو بتوه تلوفه مقادير الزمن والظروف عجاف، وصبري معه ما تربطني أخوه. الله الله محسن، أنا والله استمتعت كثير. الله يطول عمرك يا أبو حدال، وأنا والله أني مستمتع وشاكر لك والله، تشرفت والله كثير، سوالفك وقصيدك وروحك ما عليك زود الطيبة، ما عليك زود يا أبو حدال، الله يوفق هالوجه. الآن الكاميرا، أنت تقول تبغى المراية ولا ما الدنيا؟ أنا ماني بدانية المراية. طبعا محسن قلت له فقرة المراية، قال يا ولد أنا ما دانية هالرجة نفسي. لكن عشانك ما الدنيها محسن معك ثلاث دقائق، خلنا نسمع محسن وش بيقول المحسن. أهرج نفسي، أهرج نفسك، يلا بليه خير.